انا اللي قلت لك باغي ندير ديفلوبمون ويب سيكيوري مع العلم راسي خفيف. شنو هما لي سيرتيفيكا اللي خاصني نقرا؟ واش خاصني نقرا كي ندير نضرب به الصرف هادشي الويب ديفلوبمنت؟ الويب ديفلوبمنت حنا غنديروا معاك واحد القضيه كاع. بغيت اش قلتي لي اخويا تجي دير بعد الويب سكيور انا راس خفيف. شنو هما لي سيرتيفيكا اللي خاصني نقرا؟ حنا غادي نتصلوا بواحد الصديق ديالي عنده شركه ديال ديفلوبمون ويب، وهذا الصديق ديالي هو اللي غادي يجاوبك شنو هما لي سيرتيفيكا اللي غادي يخصوك واش نيت غادي يخصوك دي سيرتيفيكا. حنا نشوف واش غادي يقول. هاني انا هو شوف يجاوبك مختص. زوين. راه لايف اصاحبي. شو هتينا تنقولوا مدير شركه وهذا اللايف. جات شو هذا درتي لنا باللايف اصاحبي. الف ديال الخلق تتفرج فينا. قلت لك عطيتي دوكا كنقول لا تيش ما ديش لي الحساسيات. يلاه الحساسيه واخا. المهم لا اعتذر الاخوان. شو هتينا الله يعطيك المسك. درتي لنا شويه لايف سير الاستاذ دابا اش بقى من الاستاذ؟ انت الزوين وانت ابو زبال. زيد صافي مشات صافي. فقدت الاحترام ديالك امام الموظفين الشركه. امام الملا ما بقاش تعبير على دوك الموظفين. سالينا دابا هادشي اللي بان لي اخويا. مشات الهيبه وليدي. المهم اسمح لي اكل عليا نقول لك. علي. شوف حبيبي كان عندي واحد السؤال وانا راك عارفني تنبغي الجواب يكون من عند اهل الاختصاص. انت كاين واحد السيد واحد الدري زويون واحد الشاب باغي يقرا ديفلوبمون انفورماتيك فهمتيني وتيسول اودي على لي سيرتيفيكا اللي ممكن يقراهم فيما يخص ديفلوبمون انفورماتيك. ولكن انا بغيت نزيدك واحد السؤال، هو واش ضروري من لي سيرتيفيكا في الدومين ديال ديفلوبمون انفورماتيك انطلاقا من تجربتك الميدانيه؟ فلا كان ممكن تعطيني واحد الاجابه مقتضبه الله يرضي عليك وبسرعه. داكوغ. انا خويا صراحه لا ما كنتش محتاج في الاول لي سيرتيفيكا، وانا كي مني درتهم بوستيت شويه في الخدمه ديالي. علاش؟ لانه بنادم كيثيق فيك ملي كتكون سيرتيفي، سيرتو الا كنتي سيرتيفي ماشي سيت معروف كاين اللي كيقدر يتيق يتعامل معاك، سيرتو الا كنتي غتخدم في الفريلانس. وحتى نيت وحتى في اللي بغيتي تدفع دي سي في ديالك، ملي كتدفع بان سيرتيفيكا كتونغيشي سي في ديالك. انا دوميم انا الا مثلا بغيت ريكروتي شي واحد الا كان عنده دي سيرتيفيكا كيتسمى داز من ليكسبيريونس. حيت مثلا ديبلوم كتكون قاري تيوري، ملي كتسيرتيفي كتكون قاري تيوري دوزتي دي تيست براتيك. شنو هما ممكن زعما قلتي بما انك تكون واخد دي سيرتيفيكا من دي سيت معروفين، شنو كتقصد بها؟ يعني واش كاينين دي سيت مثلا كي يعني الا كان ممكن توضح لنا هذه النقطه هذه الله يرضيك. واخا كاين دي سيت معروفين اللي معترف بهم في السيكتور دو ترافاي ديالنا حنا، مثلا لا في المغرب ولا حتى في مثلا في اوروب فهمتيني. الا بغينا نهضروا مثلا على ان سيت فرانكوفون راه معروف كان واحد راه واش ممكن نقول بعدا الاسم؟ ماشي مشكل. لا ما عندناش مشكل، حنا ما عندناش دير خذ راحتك ما عندناش القضيه ديال التعارف. واحد لو سيت كان قديم سميتو سيت دي زيرو، ودابا ولات سميتو اوبن كلاس رومز معروف ياك. والمغاربه ما عارفينش انه ولا نابيك ودايره معاهم كونفونسيون. يعني اي شاب مغربي الا كان مسجل في لانابيك عنده الدغوا في بريميوم في البونت بريميوم عند اوبن كلاس رومز اللي كتخول ليه ياخذ دي سيرتيفيكا غراتوي. وانا هاد المساله متيقن منها. دي سيرتيفيكا اللي انا خلصتهم ايامات الفورماسيون ديالي خلصتهم. اي واحد دابا اي شاب مغربي ممكن ياخذهم غراتوي الا كان انسكري في لانابيك. وهاد لي سيرتيفيكا وهادي سولت عليها الناس اللي من لانابيك اللي نصحوني بها. قال لك خاص الناس يدخلوا يتسيرتيفيو تما. كاين نقول لك اخويا امين واحد المساله بحال اوبن كلاس رومز، من غير انه كيتسمى عطاك سيرتيفيكا كتعلم فيه. Yeah. ولافونتاج سيكو ماشي اونجلي فرونسي. يعني كاين ناس ما كتفهمش الاونجلي مزيان يعني فرونسي، وبدي فيديو وبدي تيست وبدي كويز يعني على بورتي دو تو الموند. واحسن فورماسيون قدر يتعلم لها الواحد هي اللي درت انا بيان سور ومشيت بها الحمد لله مزيان. تبارك الله. انا هذا هو الشيء اللي ننصح بها الناس اخويا امين. شكرا جزيلا شكرا لك اخي حسني على التوضيحات. تبارك الله عليك. اسمح لي على الغفله اللي غفلتك. لا الله يبارك. تبارك الله عليك حبيبي. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك.